انت؟ السوق الحمد لله مزيان، السوق مزيان الحمد لله، ما كاينش شي غلا بزاف، ما كاينش شي سمعتيني، السوق مزيان الحمد لله ما كاينش شي غلا بزاف، وحنا البيع والشراء انت قلت حنا من الصباح لواخر ما بعنا والو. الصنك راه حنا خلصنا الصنك ونمشيو عاوتاني غدا نجيو نخلصوا الصنك ونمشيو. حنا دخلنا ما بعنا والو، 1000 ريال الاخر. الناس ما قابلاش هاد الاسعار هذه، راه ما كاينش شي واجي دابا تدخل 10 خرفان تخلص عليهم 12000 ريال ولا 13000 ريال، وفاني تمشي ما تبيعش شي تجي تخلص 12 و 13 راه بزاف هادشي هذا. والله راه بزاف. هذا عطاونا فيه 84 قطعناه ب 90000 ريال. ماشي بزاف. واه على حساب السوق. على حساب السوق، على حساب السوق، نمشيو على حساب السوق، هو راه طالب كثر. ولكن احنا غاديين على حساب السوق. العلف غالي. العلف غالي، احنا ما توصلنا حتى حاجة لا من هاد الشعير اللي خرج لا من هاد الشيء اللي دار أبدا. حنا تنصيرو هما تيديو وحنا تنمشيو نشريو بالثمن. سي جدو راه شحال من واحد راه في الحبس؟ تيبيعو رخيص؟ تيبيعو بالثمن، شحال من واحد راه في الحبس على هادشي اللي داه؟ اه حنا حذانا الناس راهم شدوا العلف راهم في الحبس. شدوا ما عطاوش للدراوش. البيع والشري الموالين اموال كثيره هما اللي تيديو هاك الشيء. حنا كاع ما تنشوفوه. سمعتي حنا ما تنشوفوش، كاع عمرنا ما وصلنا، كاع ديما الدعم الدعم، حنا عمرنا ما شديناه. الشيري كاين راه واد عينك وتبيع، ولكن ما تلقاش كيفاش دير، تلقاه هو طالع كثار. ما كرهناش حنا نساهموا مع الناس، ولكن حنا الغنم ثاني طالع لنا غاليه، طالع لنا غاليه صاحبي، ما كرهنا لا لينا لا ليهم. شحال مخوض هو هذا صغير هذا؟ هذا راه مخوض 3000 درهم. شحال مسير؟ حولي عام هو تيعلف. راه هذا هو المشكل فين كاين، شكون اللي مغلي مغلي العلف؟ كان الحولي كيطلع 300 في النهار، دابا ولات 700 800 يوميا في الحولي، ما تقدوش ولا قال شي حاجه نعطوه حنا يبيتو عنده عيومي يومي. شحال غيصير عليه؟ بارا ديال الفصه ديال 80 درهم ما تقدش، شحال غياكلوا فيها 100 ديال الحولي؟ خاصك 6 في اليوم 10 ولا 12 بالا. هذا هو المشكل اللي واقع، وما كاينش اللي تيقول لك راه الفلاح. الفلاح راه الله اللي عالم به، مسكين على الله بوحدو هو اللي عالم به. والدرويش، والدرويش الله يكون في عونه، كاين اللي ما مصوراش مسكين، وكاين الخلل، ولكن الدوله هادشي دايره الدوله. داك الشيء اللي معطي ما لاحقناش حنا كاع، ما تنشوفوش، عاد تنسمعوا في التلفازه وفي التليفون. حنا تنشوفوا داك الشيء في التليفونات وفي التلفازه، راه تنشوفوا، ولكن باش يجي عندك شي واحد شي مسؤول ويوريك ما كاينش داك الشيء. دوك روش حرام، ارقد، دوز حيد. درويش راه تيتمحن، سير جيب العلف ولا خلي البهايم يموتوا. هذا هو اللي واقع. حنا جينا دابا حاليا داك الشيء ما عندناش مشكل، جينا بغينا ندخلوا على البهايم ديالنا حبسونا في الباب. 50 درهم للبهيمه، 10000 للكاميو، وفي غنمشيو للحبس. ما شدينا والو، حنا عندنا راه حنا دوار على قد، والله القسم الدراوش والله ما شد واحد، شحال شما ابدا. والعلف تيتباع وحنا تنشوفوا، كاميو تيجي تيفرغوا لواحد اللي هو عنده الفلوس بزاف. حنايا الدراوش خانش شعود ديال الزرع ما ديناش، قلنا لهم جيو حسبوا الغلم هاي في الكوري، كاينه 90 ولا 100 ديال الغلم، ما جا حتى واحد. المقدم الحومه قلنا لهم هانتوما الغلم، حنا رانا عندنا البهيم، جيو حسبوا ولا تقولوا كاذبين ولا شي حاجه. قال لك واخا، ملي مشاو ما صيفطوا لنا حتى حاجه، بقينا بحقك ما شدينا حتى عود. حنا درنا لا يوم ولا لا. البهيم اللي ما وصلناهمش هما خرجوا منها من الرحمه دابا. هما دابا راه البهيم فيه. فاستافيت واقفه تما كاين، على وديت هاد الزواقه هادي. هذا هو المشكل اللي واقع. وهذا الشيء كيديروه الدوله هي اللي كدير هادشي. احنا ما لحقوش عندنا احنا كاع. يلا هذا شنو غادير؟ واش تبقى بعقلك ولا تحماق؟ جي هنا احنا من اليوم اول نهار واخر نهار في السوق. ما يمكنش انا ما يمكنش غادي نصير انا الحلاوي 6000 ولا 7000 في الباب. اللهم نمشي بحال رجع الكراج، نفضل نكري كراج 100000 وعندي الرباع. ما نلحقش كاع هاد الصداعات وهاد المشاكل. اللي دارنا احنا هو هاد الناس ديال السوق 1000 ريال الحولي. وباش ما كاينش الحولي هنا بهاد الناس اللي مغلين هاد الاغلاء ديال السوق 1000 ريال الحولي. كون ما كانوش هما دايرين 10 دراهم ولا 300 كره هنا تقريبا واحد 20 كامي ولا 30 ولا 100 ولا 200. الناس منين مغلين في السوق هذاك الشيء راه شهر بالناس ما بغاوش يجيو لهنايا. قليل اللي تيدخلوا السوق، قليل اللي تيدخلوا لهنا. والطوموبيل داير 1000 درهم 20000 طنون. والحولي كاين 50 حولي 60 حولي. شحال داير اللي داير 1000 ريال غيخلص هو 60000 ريال ويخلص البيكو ب 1000 درهم. كون دايرين واحد الاثمنه زوينه كره السوق عمر، كره الناس كلشي تيشري، حتى الناس غتشري. هما مجرين لنا على الناس، مجرين على كلشي. بني خير ما جات، السماء لا منا جات، زمور ما جاش، حسين السول ما جاش، الغرب ما جاوش، ما عملنا نبيعو نشريو مع سلاوين. تزيدو على الكساب الحشومه. هادشي اللي دايرين هادشي راه خصو يتدخل به الناس المعنيين بالامر، ماشي عادي يمصوا لنا الدم ديالنا.